قبل ما ندخل نعمل الرياكشن على فيلم 122، لو انا هقطع الجزء ده من اعمله فيديو لوحده، اعرفوا ان انتوا بتتفرجوا على جزء من اللايف ستريم بتاع اوبن مايك مع ابو اسماعيل كل يوم حد الساعه 2 بتوقيت مصر، وخلوني ادي شويه فيدباك من الكومنتات. عندنا الناس بتقول كل الناس بتقول ان انا اتفرج على الاعلان. المهم خلينا دلوقتي نتفرج على الاعلان. بالمناسبه انا مش عايز، يعني انا دلوقتي قاعد بتكلم فهننقل نروح للرياكشن على طول، لا خلينا نديها ترانزيشن بسيطه. معلش يا جماعه اصل متعوب على الحاجات دي. المهم دلوقتي نعمل الرياكشن. اوكي انا اسف لازم اوقف من الموضوع ده. حاجه انا جدا بكرهها في الـ خلينا نقول في المجال بتاع الافلام بتاعت مصر، هو ان بس سنه واحده كده هو تيجي كم ممثلين يكونوا هم الممثلين السخنين في المنطقه دي ورازعينهم في اكتر من فيلم. يعني انا اسف ولكن اللي موجودين على الشاشه دلوقتي اللي هو الاستاذ زي ما قلت لكم انا بنسى الاسامي، بس ممثل رائع ما فيش اي مشكله، بس مش معناه ان هو ممثل حلو ان هو يتحط في كل فيلم على الفاضي، حتى لو ما فيش منطق ان هو يكون يعمل الدور ده بتاع الشخصيه. بس انا اللي ما بتفرجش على افلام كتير ولا بتفرج على مسلسلات كتير، انا بشوفه كتير جدا على الفاضي. ليه بقى؟ عشان يعني انا اسف انا مش شخص وحش عشان بقول كده، بس كمان سنتين هو هيختفي، مش هيطلع في ولا حاجه تاني، لان هو دي الطريقه اللي بيحصل فيها، اللي بتحصل دي الطريقه في المجال بتاع السينما المصريه اساسا، اللي هو يكون فيه شويه ممثلين سخنين في الوقت ده يقوموا رازعينهم في افلام كتيره يمصوا كل الريليفانسي منهم وبعدين خلاص يتنسوا. والكلام ده واقع كمان على عليها هي كمان، اللي انا برضو ناسي اسمها عشان انا ما بحفظش اسامي كتيره، بس يعني قلت يعني دي ده مش معناه ان هم ممثلين وحشين ولا حاجه، بالعكس يعني هم من الناس اللي انا افضل ان انا اتفرج على الافلام بتاعتهم عن ناس تانيين. بس المجال المشكله في المجال ذات نفسه في مصر، في الناس اللي بتعمل الافلام دي، الناس اللي معاها الفلوس، ان هم بس هيرموا فلوس على الناس اللي سخنين دلوقتي، مش مهم اذا كان هيرفعوا من الفيلم هيساعدوا الفيلم. بس يلا المهم خلينا نكمل. انا ما ضحكتش عليك يا امنيه، بس انا عندي فكره وحلوه. انت عايز تجيب بفلون مخدرات؟ انا ما بطلت اديل كان علشانك يا امنيه. ما تضحكش الواد نصر، انت مش لاقي حد يحبك انت. بس احنا ما عادش قدامنا حل تاني، والحوار كله نص يوم. هي انا اتكلمت مع كل المستشفيات القريبه من الحادثه واكدوا لي ما فيش اي مصاب دخل بمواصفات نصر. مش عارف ارد فين يا باشا، بس انا هتقتل دلوقتي يا باشا. وانت اوكي I see how it is, I see what's going on, I see. اوكي اول فيلم في تاريخ السينما المصريه بتقنيه 4DX. واو يعني فاهم اللي هو ايه، يعني مش عايزين بس المشاهد الكاجوال اللي يجي يتفرج على الفيلم، لا المشاهد الفاهم كمان. قطع دراعي لو حد فاهم يعني ايه 4DX اساسا. المهم بس انت المره دي هتسمع كلامي يا نبيل. اوه احمد الفيشاوي في الفيلم، نايس. ده بركب معلم. هو فين يا فندم؟ النقطه عايز الاقي الواد ده، احنا اولى بينه الصحراء دي. ايه؟ اميرك صاحي فجاه ولا ايه؟ هو انا كان هنا بيجيب كتاب للناس لوحده. انتوا اللي هتكلموا من انت ميت؟ صلاح جاهين. ثانيه خلينا نرجع ورا ثانيه كده. هو انا كان هنا بيجيب كتاب للناس لوحده. تأليف صلاح الجاهيني. اوكي لا يبقى انا كده غلطان. لا 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 انت اللي هتكلمني من انت مية 22. مش سوى انا هوريك، انا مسوي في الدنيا. دام اوكي انا فاهم اللي بيحصل، شوية تريلر شوية اكشن صغنون كده هو، ممكن شويه فايبز رعب وحاجات كده هو. اوكي كده او كده نهايتك يا الرابر. ام
What the f- What is that? اوكي اوكي اكيد بقى دلوقتي هيحطوا مشهد زياده. لا مش هيحطوا مشهد زياده. او ماي جاد 4DX واو واو، على اساس دي الحاجه المهمه في السينما. اوكي تمام. يعني نفس الموضوع برضو، مش راح اتفرج عليها، راح اتفرج على هاو تو ترين يور دراجون افضل. ثاني خليني ارجع كده اهو. ايوه اوب ترانزيشن ما بين الرياكشن وما بين المين. المهم ما اظنش ان انا هروح اتفرج على على الفيلم ده، لان ايوه انا افضل ان انا اروح اتفرج على هاو تو ترين يور دراجون. ممكن في الويك اند ولا حاجه اروح اتفرج عليه.